أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أختكم في الله أمينة المريني، رئيسة جمعية إبداع للتنمية والثقافة. هاد الجمعية قاموا بها واحد تولى من النساء في نفس الحي، بغينا نقوموا بهاد وليدات هاد الحي، كانوا بغيوا ندوا وليداتنا لشي مرافق، ما لقيناش شي مرافق اللي قريبة هنايا، جينا حنا قلنا نوجدوا لهم واحد الاطار، واحد الفضاء اللي كيناسب ديك الطموحات اللي بغينا وليداتنا، وبحيث ان يكون زعما نفضلوا ان الوليدات ديال الحي انهم يكونوا في جمعيتنا، يكون فيهم اخلاق وخلق، بحيث ان وليداتنا الا خرجوا للزنقه ما يلقاوش شي امورات اللي ما كتناسبش مع القيم والمبادئ ديالنا. اللي جيتو زرتونا وردوا ياسمين هديتونا، يلي جيتو زرتونا وردوا ياسمين هديتونا، تحية وسلام لكم تعيدوها وتزورونا، تحية وسلام لكم تعيدوها وتزورونا. والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنرحب بكم، جيتوا عندنا تصوروا معنا في هذه الجمعية المباركة اللي فتحيها للجميع، وجمعية مباركة وميسرة، ونطلب الله تعالى تبارك يوفقهم وييسر لهم. أنا غنهضر يعني تجربتي مع الوليدات، فالحمد لله دخلنا وليدات درنا تحدي أننا في واحد الوقت قياسي نختموا سورة البقرة، فكانوا ما شاء الله عليهم وليدات كانوا عند الكلمة، وتكملنا يعني من بعد 3 أشهر ولا هذا ولا 4 شهور ديال هذا ختموا سورة البقرة، وكاين اللي ختمها مرتين، فما شاء الله عليهم. والوليدات الأخرين اللي ما توجوش وما ختموش، هادو كانوا التحقوا بنا مؤخرا، فإن شاء الله بإذن الله بعد شهر رمضان راه وعدنا غادي نديروا تحدي وغادي يختموها بإذن الله. اللي غنقول لك على وليدات كلهم رائعين، كلهم متميزين، كل وليداتنا تبارك الله عليهم كلهم طاقة، خصنا غير نحركوا العبقري الذي بداخلهم، كلهم عباقرة ونوابغ، فما شاء الله عليهم والله يوفقنا أجمعين. بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. كنقول نوصيك عليه هو المراجع، هو أنت اللي فلت كيمشي دابا كندخلو دغيا وكيخرج دغيا، لهذا حفظوا عليه المراجعة هي أهم حاجة دابا. أول ما تبدا الجديد ضروري تمشي شوية للقلب، والأمانة ما يمكنش شي حاجة عزيزة عليك شي واحد يجي يديها لك تبغي يديها لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تستاهل يا أمهات، تستاهل تستاهل. غير تقول حتى انا دوري واحد الكلمه،
فبالنسبه لكم انا وليدات كتكونوا فرحانين بزاف انكم حفظتوا سوره البقره وانكم جهدتوا في القران وانكم الحمد لله وصلتوا سواء في التفوقات الدراسيه ولا هكا في القران ولا في جميع المجالات اللي كتفوقوا فيها. خاصكم تكونوا عارفين اننا حنا بدورنا كوالدين الفرحه ديالنا كتكون كبيره وكبيره بزاف، وتقدر تكون حتى اكثر من هذه الفرحه اللي كتحسوا بها نتوما دابا. فحنا كنحسوا بالفخر وكنحسوا بان وليداتنا وسندنا في الحياه راهم هازين بينا، وداك المجهود اللي عطينا ما مشاش فارغ. فشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا مريم اللي حسستيني بهذا الاحساس. فجت هذه البادرة وتوكلنا على الله ودرنا جمعية فات عليها عام ونص، عاد باقة فاتية جمعية بمجهودات فيها غير النساء، وكنديروا فيها القرآن، محاربة الأمية، الصنعة، كنديروا فيها الخير، يعني كنديروا قفة رمضان، قوافل، جميع الأمورات ديال الخير كنتقدموا لها، وكل مره كنزيدوا فكره، كنزيدوا في اطار القانون اللي عطينا ليه، اللي كتخولنا ليه الجمعيه. وحنا كبدايه كنتمنوا من الله اننا ان شاء الله نزيدوا الطموحات كبيره، ونكون بادرات اللي تكون صالح هذا الحي. من بين الطموح ديالنا اننا نصلحوا فيه امورات، كنتمنوا من الله ان الدوله تعاوننا، بغينا نصيبها تكون واحد الحي يكون نموذجي لا من الاخلاق ولا من النظافه ولا من البيئه ولا من كل شيء. انا جد مسروره انكم جيتوا زرتونا، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم، كنبغي نقول بانني فرحانه بزاف لانني كنتواجد هنا في جمعيه ابداع، وفرحانه بزاف انا والوليدات اللي معايا لاننا ختمنا سوره البقره باتقان، وتوجنا حتى والدينا في الجنه ان شاء الله. والشعار اللي كنهضروا عليه دائما عيني الجنه ان شاء الله، وكنطلب من الله انه يرد لنا حفظنا عند حاجتنا اليه. وكنبغي نشكر خاصه الام ديالي والاستاذه فاطمه لانها كتسهر على يعني المجهودات ديالنا، المجهودات ديالها لينا، وباش وصلتنا لهاد المستوى. انا اليوم فرحان بزاف حيت كنتواجد هنايا في جمعيه ابداع للتنميه والثقافه، وكنشكر الاستاذ ديالي اللي كتسهر باش تقرينا القران الكريم، وانا كنشكرها بزاف. انا فرحان حيت انا كنتواجد معاكم، وفرحان حيت ختمت البقره، وهذا الشيء بفضل الاستاذه ديالنا اللي كتسهر باش تساعدنا باش نحفظوا البقره، وانا فرحان بزاف. شكرا. فرحانه بزاف حيت انا كنتواجد في جمعيه ابداع، كنشكر الاعضاء ديال جمعيه ابداع والاستاذه ديالنا استاذه فاطمه حيت سهرات معنا بزاف باش حنا نكملوا البقره، وكنشكر الام ديالي حيت هي اللي حاولت تشجعني باش نكمل البقره ان شاء الله. والحمد لله انا توجدت ولبست الام ديالي للسلهام، وشكرا. السلام عليك يا تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.